السلام عليكم، مساء الخير. في موضوع خطير 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 من زمان أجله، يستحيل الإنسان ينجح أو يسعد إلا بالموضوع هذا. إيش هو؟ اللي طلق زوجته ثم ندم، ليش سواها؟ واللي مسكت حلق زوجها طلقني طلقني، ولما طلقها هددت بالانتحار، ليش أقدمت على هالفعل؟ اللي أحرق أوراق كتابه بعدما اعتذرت إحدى دور النشر عن طبعه وتوزيعه، ثم اكتشف أنه كان كاتب كبير ومبدع، ليش سوى الفعل ذي؟ رزدق يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. العرب يضربون المثل في الندامة بالكسعي، صنع قوس ورمى بها بالليل وكسرها، اعتقد أنها ما أصابت، ولما أصبح وجد كل السهام أصابت فندم. لما يكون عندك بيضة ما يلزم أنك أن تكسرها حتى تحصل على فرخ، لا، أصبر حتى يحين الوقت المناسب، اللحظة المناسبة، ويكسرها الفرخ نفسه.